اليوم في الصباح في العشرة وتقريبا العشرة وقسمين بالضبط، انا خارج من باب الدار وكتعيط للوالده كتقول لي اجي تشوف اجي تشوف. قلت شنو غادي تشوف؟ قالت لي تبعني تبعني اجي تشوف. جابتني حتى لهذا الموضع اللي هنايا، خرجت من هنا هذا الموضع هنا كان شويه ديال الربيع، فاذا كان تفاجئ بانه كاينه واحد منطقه صغيره حمراء كتعري لي على هذيك المنطقه. كنتفاجئ بانه كاين واحد رضيع صغير عنده تقريبا اسبوع الولاده، يعني بعمر ديالو تقريبا الى هنايا في الربيع، محطوط هنا ما كيبكي ما والو، مسكين هنا محطوط. مباشره مشيت لعند الدرك الملكي، يعني بلغت جا الدرك الملكي، ف على الفور بطبيعة الحال تنقل درجة الدرك الملكي والسلطة المحلية والقائد قيادة العوامرة، وجاو وقاموا يعني بالتحريات ديالهم، خداو واحد المجموعة ديال المعلومات يعني مع الناس اللي ساكنين هنا، وجات لومبيلونس ونقلت الرضيع إلى الرضيع في صحة جيدة، ودري يعني لا مازال بالصوره ديالو، مازال بالصوره ديالو، ومازال بالبلاستيكه ديال سميتو اللي في الصوره ديالو. وكاين سميتو بعض الناس يعني شافوا في شي كاميرات، في الكاميرات اللي اكدت لينا لان انا البارح العشيه بالضبط من مور المغرب شي نص ساعه شفت واحد السيده اللي هي جالسه عندها رضيع حدا واحد الصاك، خرجوا عند الجيران كيقولوا لي واش نجيبوا لك الفطور، الا ان السيده هذه كانت عندها واحد رده فعل سلبيه، يعني كترفض كل شيء، كتقول لنا انا لا انا غير جيت عند اختي واختي اش كاينه شي بها مشكينه حتى شي حاجه. بطبيعه السيده جالسه قلنا اختها يعني من البعيد لي يعني اللي يقدر انه بزاف ديال الناس يتعاون معاها، مشاو هضروا معاها، واللي ما قدرش مسكين من البيت تاسف. هذيك رده الفعل ديالها السلبيه اللي ما خلاتش بانه انا شخصيا ما خلاتنيش يعني ما خلاتنيش نمشي عندها ونقص. ما ربما يعني شي مراه تكون هذه يعني محافظه ولا هذا، مرة من البعيد كتبان لي يعني تقريبا عندها هذيك ما بين 35 حتى 40 سنه، وقيلت دابا من الحديث يعني من تفتح النقاش هنا يعني بارتباط الحومه هذه، مشاو غير كنهضروا مع بعضياتنا كل واحد يعني كل واحد فين شافها. وهي هي كانت هاد السيده هذه بالضبط كانت كتقلب الموطع فين تحط هاد على غريبه ماشي من هنا، وفي الكاميرا بانت بان لما حطاته هنا في هذا الموضع هنا توجهت مباشره الى الطاكسي وتوجهت لمدينه القصر الكبير. كل شيء كان تفاعل يعني كل شيء يعني الانسانيه والانسان كان حاضر، حتى اللي من رجال الدرك الملكي انا اللي رجال الدرك كيفاش هزوه وكيفاش يعني وغسلوه حي يعني غسلوه شي شويه، وكاين اللي قبلوا على راسه وكاين اللي جاب له سميتو ليكوش. واش نقول لك يعني كاين الانسان ماشي ما كاينش الانسان، ولكن اش نقول لك يعني هاد السيده هذه اللي دارت هذا المنظر هذا يعني خاص ولا بد انه يتلقى عليها القبض، لان هذا اللي دارته دار جرم كبير، لان بعدا الدري هذا تقريبا بيت هنا 24 ساعه 24 ساعه هي من المغرب البارح بالليل الى حتى العشرات ديال الصباح ديال اليوم، يعني تقريبا 12 ساعه هو مسكين في الخطر. هذا ما دار باو هذا الولد هذا ومسك الدري هذا، وما الذنب ديالو شنو الذنب ديالو؟ هذا بريء مالك هذا عنده حق، هذا عنده حقه في الحياة. الوالدين مسؤولين عليه يعني في هذه المراحل الأولانية،
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بصراحة يعني كاينه مشاكل، مشاكل اجتماعية ما غاديش نقعد غادي نحكيو عليها، يعني كنقول لك يعني في هذه المناسبة هذه، يعني هذه مشاكل يعني معقدة ومشاكل، مشاكل كثيرة اجتماعية نفسية اقتصادية، واحد المجموعة المشاكل هي اللي كتكون سبب بطبيعة الحال هذا. أضف بذلك إلى المحيط، إلى المجتمع اللي ما كيرحمش هاد الناس، مثلا في حالة ما مثلا إذا كان مثلا شي واحد وقع له مثلا شي مشكل ما كيرحمش. النتيجة هي هذه اللي كنشوفوا، بأنه بقينا كنشوفوا بأنه ما بين الفينة والأخرى كاينه واحد المجموعة من الربطة، واحد المجموعة من الدراري الصغار يعني لا ذنب لهم، لا ذنب لهم، قصيهم يعني مصيبين إما في مطارح وإما في الأماكن اللي كنشوف دابا هنا. وجاب الله يعني الوالده مسكينه، يعني جاب الله الوالده يعني بحكم يعني كتنقي غير باش كتنقي اما ربما كان يقدر يموت هنا هذا الوليد هذا هو الدنيا او ما يصير شي واحد اخبار، ولا يجي شي كلب، يجي شي كلب، يجي شي حيوان مثلا هكذا يجي يشوف ما... لا حول ولا قوه. الحالات بحال هكا يعني، يعني بصراحه يعني انا تقريبا في العمر ديالي راه 50 سنه ما عمري شفت شي حاله من هذه الحالات اللي كنشوف هنا على المستوى المركز ديال الجماعه ديال العوامله، ولا المركز مثلا المستوى ديال الجماعه ديال العوامله. تاسفت له ماشي غير انا، اللي كنحضر وشاف ذاك المنظر كلشي تاسف له فعلا، بانه جاء الوقت بانه يتفتح نقاش حول هذه المشاكل الاجتماعيه، حول هذه المجموعه ديال الظواهر اللي بقينا كنشوفها، الظواهر اللي بقينا كنشوفها مثلا ديال التخلي عن الربطة وعلى الكبيدات ديالهم، الفريده ديال الكبيدات ديالهم، يعني بهذا بصراحه يعني خاص اليوم الدوله انها ما فهمش انا بالضبط، يعني صعيب باش انني مثلا بانني غادي نقول شنو هو الحل يعني في هذه المشاكل، في حل هذه المشاكل بحال هذه.